بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهد الرسالة الفضائية في لقاء متجدد من يستفتونك. في هذا البرنامج نعرض أسئلتكم واستفتاءاتكم على نخبة من المشايخ والعلماء، وذلك للإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب بصاحب المعالي الشيخ الأستاذ دكتور سعد بن ترك الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله معالي الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين. أنتم مشاهدي الكرام نرحب بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. فمرحبا بالجميع. نبدأ بمحمد من المغرب. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال جزاك الله خيرا. تفضل يا محمد بسؤالك. في الأيام القليلة الماضية دخلت إلى المسجد وهم يصلون العصر وأنا أصلي الظهر في مسجد الظهر، فلما انتهيتم من الصلاة صليت صلاة العصر لوحدي، يعني صليت الظهر وهم يصلون العصر. طيب ما هو السؤال؟ يعني هل تسأل عن فعلك؟ يعني هل فعلك صحيح عندما صليت العصر لوحدك بعد أن صليت الظهر معهم؟ هكذا سؤالك؟ الظهر. نعم. طيب. طيب. سؤال آخر يا محمد؟ شكرا لك يا محمد. أم طارق من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بادي سؤالين. السؤال الأول، أبغى تفسير ناشئة الليل. طيب. وقتها ووقت إجابة الدعاء قبل صلاة الظهر، يعني هل تكون بعد الأذان أو قبل الأذان؟ طيب، تسمع الإجابة يا أم طارق. شكرا. شكرا لك. إبراهيم من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بإبراهيم. أحسن الله إليكم. سؤال واحد. ما هو سؤالك؟ رجل يعمل في جدة. نعم. منذ سنوات وأهله في الطائف ويمكث في عمله مدة لا تتجاوز 3 أيام، أحيانا أقل من ذلك. فهل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة في مقر عمله؟ طيب. شكرا. شكرا لك يا إبراهيم. عبد الله من المغرب، السلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي 3 أسئلة. أسئلتك تفضل. سؤال الأول، كيف يكون مسلم من أولياء الله؟ طيب. سؤال الثاني، كيف يبتعد المسلم عن النظر إلى الحرام؟ والسؤال الثالث، حكم الامتناع من الزواج مع القدرة. طيب، شكرا لك يا عبد الله. تسمع الإجابة. أم تركي من الكويت، السلام عليكم. نعم يا أمك، بس عارف يا أمك حنا اعتمر ما نعم حول بجدها العصر، ما تدأ ما تدأ عندنا العصر. وصلينا عصر يوم في جدة، ومش أنا ما صلينا المغرب، اضطرنا ما صلينا المغرب، وصليت المغرب والعشاء كلهم بالطيارة. يريد أنا على حد والله ما لي على حد. يعني اعتمرتي ومن ثم ذهبتي إلى جدة للعودة إلى للذهاب إلى المطار، ومن ثم العودة إلى الكويت، هكذا سؤالك؟ نعم. وصليتي ما صليت المغرب. إيه؟ ما دنا المغرب. صليت نعم. أنا راسين بالطيارة. صليت المغرب والعشاء في الطائرة. طيب. بالطائرة. طيب. على حد والله ما لي حد ما لي. طيب. لا على حق إن شاء الله. أنت في سفر. بإذن الله. إيه إن شاء الله. أبشر. يصلي زايد يا أمك. إيه ولو كان مدام في سفر ما في بأس. في الطائرة ما في بأس. طيب. بارك الله. الذي فعلتي هو الصحيح. نعم. الله والله دخل الإسلام والمسلمين. الله يبارك فيك. شكرا لك يا أم تركي. بارك الله فيك. محمد من العراق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي. عندي سؤال بلا زحمة. ما هو السؤال؟ بس حكم الشراء من شخص يعني ما لدي شبهة، أو مثلاً إنه إذا كان مثلاً أنا متأكد مثلاً إنه ما كذب، يعني ما أخذ الربا، حكم الشراء من عنده يعني بس بلا زحمة. يعني تشك فيه ولا أم أنت متيقن؟ لا، هذا شخص أنا أدري بيه إنه أخذ ربا مثلاً أشتري من عنده. أو طيب. شخص مثلاً ما له شبهة مثلاً على فرض إنه ما له شبهة. طيب. يعني حكم الشراء منه. طيب طيب. شكراً جزيلاً. شكراً لك يا محمد. خديجة من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا خديجة. بارك الله فيك. أريد أن أسأل حول قراءة القرآن وتعلم أصوله وقواعده عبر الإنترنت بواسطة مجموعات، هل يجوز ذلك؟ عبر الإنترنت. أين الإشكالية؟ يعني المعلمون رجال هكذا؟ لا، نساء، هم نساء ولكن بواسطة عن بعد يعني. عن بعد، نعم. أيه. عن بعد. طيب نتكلم. تعلم القرآن وحفظه وتعلم قواعده. طيب بواسطة مجموعات روابط هكذا لجائد هذا الأمر. طيب، جزاك الله خير. تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا خديجة، وشكرا للمتصلين جميعا، ونجدد الترحيب بصاحب المعالي الشيخ سعد الخثلان. ونبدأ بمحمد من المغرب. شيخنا يقول أنه دخل إلى المسجد وهم يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر، فصلى معهم بنية الظهر، ولما انتهى من الصلاة صلى لوحده العصر، فما حكم فعله؟ وفي سفر؟ لا أعلم. طيب. لم يحدد هل هو في سفر أم ماذا. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأولا نسأل ما السبب الذي دعاك لتأخير الظهر إلى العصر؟ فإن كنت من ذوي الأعذار كأن تكون مسافرا ونحو ذلك فلا بأس، أما إذا كنت أخرت الصلاة من غير عذر فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، لأن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر من كبائر الذنوب، ومن يفعل ذلك يدخل في الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأما بالنسبة لحكم صلاتك فصلاتك صحيحة في أرجح قولي الفقهاء، وذلك لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، وإنما الذي يضر اختلاف الأفعال، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن اختلاف النية أنه ممنوع. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، المقصود بذلك اختلاف الأفعال، ولهذا فسرها عليه الصلاة والسلام بأفعال، قال: فإذا ركع فاركعوا ولا تركوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، فذكر أفعالا. وأيضا في قصة معاذ لما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ويرجع يصلي بقومه وهي في حقه نافل وفي حق فريضة، هنا النية مختلفة، ومع ذلك قرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وعلى هذا نقول: الصلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر صحيحة ولا بأس بها إن شاء الله. وهذا التصرف الذي فعله كونه صلى الظهر معهم بنية الظهر ثم صلى بعدها العصر تصرف صحيح، لكن فقط نسأله عن سبب التأخير، إن كان من ذوي الأعذار فلا حرج عليه، أما إذا لم يكن من ذوي الأعذار فعليه التوبة إلى الله عز وجل من تأخير صلاة الظهر. نعم، بارك الله فيكم. أم طارق تسأل عن معنى ناشئة الليل. هذا ذكره الله تعالى في سورة المزمل، فقال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وناشئة الليل معناها الناشئة ساعات الليل، والمقصود بناشئة الليل يعني ساعات الليل التي يصليها المسلم بعد القيام من النوم. عند كثير من السلف أنها لا تسمى ناشئة إلا إذا صلى بعد القيام من النوم تسمى ناشئة، يعني ينام من الليل ما شاء الله أن ينام ثم يقوم ويستيقظ ويصلي، هذه الصلاة تسمى ناشئة، ناشئة الليل. ثم ذكر الله تعالى لها فائدتين: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني أكثر مواطأة، يعني اتفاقا ما بين القلب واللسان، وأكثر حضورا للقلب وأكثر خشوعا، وأقوى مقيل يعني أصوب قراءة، أكثر عونا على تدبر
القرآن وتدبر ما يقرأه المصلي في صلاته. فهذا يدل على فضل قيام الليل، وأن الله تعالى أثنى عليه وأثنى على القائمين، وأخبر بأن قيام الليل من أسباب التدبر ومن أسباب أيضا حضور القلب، لأن النفس إذا أخذت حظها من النوم ثم قامت تكون غالبا في حالة الصفاء، بخلاف ما إذا مثلا كان الإنسان في غير ذلك. ولهذا قال سبحانه في الآية التي بعدها: إن لك في النهار سبحا طويلة، يعني في النهار أنت مشغول بقضاء حوائجك وأمورك، لكن ناشئة الليل يكون الإنسان فيها متفرغا، متفرغا للصلاة، متفرغا للتلاوة، متفرغا للذكر، فيكون هذا أكثر عونا له على التدبر وعلى حضور القلب. ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على قيام الليل، فإنه دأب الصالحين، وأيضا هو أمان من النفاق. لماذا قيام الليل أمان من النفاق؟ لأنه كما قال السلف: ما قام الليل منافق. المنافق يصلي لأجل أن رياء، فعندما يقوم الليل ما يرى أحد، فلا حاجة لأن يصلي صلاة الليل. فالذي يقوم الليل هذا دليل على بعده عن النفاق، وهو أمان عن النفاق. ثم أيضا قيام الليل فيه تعرض لنفحات الرب سبحانه وتعالى. هذا الوقت العظيم، الوقت الفاضل، ينزل الرب سبحانه في الثلث الأخير من الليل، ينزل الرب عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. وأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فكيف إذا وافق ذلك الثلث الأخير من الليل؟ فهذا الوقت وقت عظيم، وقت فاضل، فالدعاء فيه حري بالإجابة. فينبغي أن يحرص المسلم على اغتنابه، وأن يصلي في هذا الوقت ما كتب الله تعالى له أن يصلي. ثم أيضا قيام الليل فيه فائدة أخرى، وهي أنه يعطي النفس زادا روحيا. فعندما يقوم الإنسان الليل يأخذ زادا روحيا ربما يكفيه يعني طيلة 24 ساعة إلى الليلة الأخرى، فهو من أسباب الثبات. قيام الليل من أسباب الثبات ومن أسباب زيادة الإيمان. ولهذا ينبغي أن يكون المسلم حريصا عليه. ثم أيضا هناك فائدة أخرى في قيام الليل، وهي أن الإنسان بعدما يصلي صلاة الليل يكون منشرح الصدر، لقوله عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، يعني على آخر رأس أحدكم إنه إذا هو نام 3 عقد، عليك ليل طويل فارقد، فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، وإن قام وتوضأ انحلت العقدة الثانية، وإن صلى انحلت العقدة الثالثة، فانحلت العقد كلها، فقام نشيطا طيب النفس، وإلا قام خبيث النفس كسلا. وهذا أمر ظاهر، تجد أن الذي يقوم الليل عندما يذهب لصلاة الفجر يذهب منشرح الصدر منطلقا، بينما الذي ينام عن صلاة الليل عندما يقوم بثقل وتكاسل، لأن عقد الشيطان لا زالت. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدهم 3 عقد، هذه العقد يعني أثرت عليه. ولذلك فينبغي أن يحرص المسلم على قيام الليل ويعود نفسه على ذلك، ففيه الأجر العظيم والثواب الجزيل والتعرض لنفحات الرب عز وجل. بارك الله فيكم. تسأل عن وقت إجابة الدعاء بالنسبة لصلاة الظهر. لا أعلم أصلا لتخصيص صلاة الظهر بإجابة الدعاء، إلا ما روي في حديث جابر في إجابة الدعاء في ظهر يوم الأربعاء، وحديث ضعيف، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فهذا الوقت الذي بين الأذان والإقامة من مواطن إجابة الدعاء. فيأتى مثلا الرجل المسجد وصلى تحية المسجد أو أتى بالسنة الراتبة، يرفع يديه مستقبل القبلة، يدعو الله عز وجل بما يحضره من خير الدنيا والآخرة إلى أن تقام الصلاة، هذا من مواطن إجابة الدعاء. كذلك المرأة أيضا بعد الأذان تكون متوضئة أو تتوضأ، وتأتي بمثلا السنة الراتبة أو بالسنة المطلقة بين كل أذانين الصلاة،
وتستقبل قبل رافعة يديها تدعو قبل أن تصلي صلاة الفريضة. فهذا الوقت أعني ما بين الأذان والإقامة من أوقات إجابة الدعاء، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم. عبر تويتر شيرين تسأل: ما معنى لا تكني إلى نفسي طرفة عين، وما هو خزي الدنيا؟ أعاذنا الله وإياكم. نعم، هذا جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو: اللهم لا تكني نفسي طرفة عين وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا الدعاء دعاء عظيم، ومعنى لا تكلني نفسي طرفة عين أي لا تجعلني أعتمد على نفسي لأنني ضعيف، وإنما أعتمد عليك، فإن جعلتني أعتمد على نفسي وكلتني إلى نفسي فقد وكلتني إلى ضعف وإلى نقص وإلى عورة، فيا ربي لا تكلني نفسي وإنما أنت الذي تولى أمري وأنا أعتمد عليك، فإنه لا حول لي ولا قوة لي إلا بك. هذا معنى لا تكلني نفسي طرفة عين، وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخر. عذاب الآخر معروف أنه نار جهنم عاذل الله منها، وأما خزي الدنيا فهو ما يحصل الإنسان من الخزي والعار وسوء السمعة، سوء السمعة في المجتمع هذه نوع من الخزي، إذا كان الناس مثلا يتحدثون عن الإنسان بالكلام السيء وسمعته سيئة والناس تكرهه وتبغضه، وإذا تحدث نفروا من حديثه وربما علقوا عليه بتعليقات مسيئة، هذا من خزي الدنيا. فهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله منه لأنه مؤلم ألما نفسيا، هو ألم نفسي شديد، هذا هو الخزي الذي في الدنيا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منه. نعم. إبراهيم من السعودية يقول: شخص يعمل في جدة وأهله في الطائف ويمكث في جدة 3 أيام ثم يعود إلى أهله، فهل له أن يأخذ برخص السفر؟ أما في مسافة الطريق ما دام أنها أكثر من 80 كيلومترا فيترخص برخص السفر في الطريق، وكذلك عند أهله في الطائف. وأما في مقر العمل ويبقى في مقر العمل 3 أيام، فهل هذا في عرف الناس يعتبر مقيما أو يعتبر مسافرا؟ فالمرجع في ذلك للعرف، فننظر يعني إلى محددات العرف حتى نعرف هل هذا الرجل مقيم أو أنه مسافر، مع استصحاب أن الأصل في الإنسان الإقامة وليس الأصل السفر، فنستصحب هذا الأصل وننظر لمحددات العرف حتى يتضح لنا هل هناك شيء ينقله من وصف الإقامة إلى وصف السفر أو أنه يستمر معه وصف الإقامة. طيب، من أبرز محددات العرف في هذا الفطر في نهار رمضان، هو أوضح من القصر والجمع. فلو أن هذا الرجل في نهار رمضان مثلا بعد صلاة الظهر أفطر أمام الناس في العمل أو في السوق، المهم أنه أفطر أمام الناس، فهل الناس في عرفهم ينكرون عليه أو يقرونه؟ هم يعرفونه يعمل في هذه المنشأة وأفطر أمامهم، فننظر يعني هل الناس في عرفهم إذا أنكروا عليه تتابع إنكار الناس عليه معنى ذلك أنه ليس مسافرا، أما إذا تتابع إعذار الناس له فهو مسافر. الواقع أن الناس تنكر عليه، يقول أنت تعمل الآن، أنت لك إقامة هنا في هذا البلد وتعمل هنا، فكيف تفطر في نهار رمضان؟ ولا يقبلون منه عذره لو اعتذر بأنه مسافر. وهذا يدل على أن العرف يدل على أنه مقيم إقامة ثانية. وبعض الناس يعتقد أن الإنسان لا يكون له الإقامة واحدة، هذا غير صحيح، الإنسان قد تتعدد إقاماته، قد يكون له إقامتان، قد يكون له 3 إقامات، قد يكون له يعني عدة إقامات، وكل إقامة تكون بحسب ظروفه. مثلا إقامة في الطائف هي الأكثر، إقامة في جدة إقامة مدة 3 أيام. فالذي يظهر الله أعلم أنه لا يترخص برخص السفر في جدة أيضا، فهو لا يترخص لا هنا ولا هنا وإنما يترخص في الطريق. وهذا أيضا مع أنه هو ظاهر العرف فهو أيضا الأبرأ لذمته وهو الأحوط لدينه، لأنه إذا أتم ولم يترخص برخص السفر فلا أحد ينكر عليه من أهل العلم، صلاته صحيحة عند الجميع وفعله صحيح عند الجميع، لكنه إذا أفطر في نهار رمضان وإذا قصر وإذا جمع تجد أن جمهور أهل العلم ينكرون عليه. ثم أيضا كما ذكرت في البداية الأصل في الإنسان الإقامة،
ولا نعدل عن هذا الأصل وننقله من هذا الوصف إلى وصف كونه مسافرا إلا بأمر واضح. ولم يتضح بالنسبة لهذا الرجل الذي يقيم 3 أيام في هذا البلد، لم يتضح أنه مقيم، أنه مسافر، فلم يتضح أنه مسافر، وعلى ذلك فنستصحب الأصل وهو الإقامة. ثم أيضا الأصل في السفر هو البروز في الصحراء، هذا هو الأصل عند العرب. عند العرب إذا قالت السفر، السفر من الإسفار ويعني البروز في الصحراء، هذا هو الأصل. وما كانت العرب تسمي الإنسان مقيما في البلد مسافرا، وإنما يسمونه مغتربا، ما يسمونه مسافر. لكن الشريعة الإسلامية رخصت في أحوال معينة بالترخص برخص السفر، في أحوال معينة وردت يعني منصوصا عليها في عدة أحوال. فالذي يقيم الأصل في بلد، الأصل أنه ليس مسافر لا عند العرب ولا عند الشارع إلا فيما كان منصوصا عليه أو في معنى منصوص، ولم يتضح في هذه المسألة أنه منصوصا عليه أو في معنى منصوص. وعلى هذا نقول أخ الكريم الأقرب الله أعلم أنك لا تترخص برخص السفر سواء كنت في الطائف أو في جدة، وإنما تترخص في الطريق. نعم. عبد الله من المغرب يقول: كيف يكون المسلم من أولياء الله؟ أولياء الله ذكرهم الله عز وجل في قوله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم من جمعوا هذين الوصفين الإيمان والتقوى، آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، هذا هو التعريف الصحيح للولاية ولأولياء الله عز وجل. وليس المقصود بأولياء الله تعالى ما تعتقده بعض الفرق المنحرفة من أن الشخص يصل إلى درجة معينة وتسقط عنه التكاليف وتسقط عنه وجوب الصلاة والصيام ونحو ذلك، ويخدعون بذلك السذج من العامة. هؤلاء ليسوا بأولياء الله عز وجل. فأولياء الله تعالى هو من ذكرهم الله تعالى في قوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعلى هذا يمكن أن ينطبق هذا الوصف على أي مسلم، فلا تختص ولاية الله تعالى بإنسان دون آخر. يمكن أن يكون هذا العالم وليا لله تعالى، يمكن أن يكون هذا الفلاح البسيط وليا لله عز وجل، يمكن أن يكون هذا العامل، يمكن أن تكون هذه المرأة في بيتها، يمكن أن يكون أي شخص ممكن أن يكون مؤهلا لأن ينال ولاية الله سبحانه وتعالى. يمكن أن يكون هذا الخادم الذي في البيت، صحيح. هذا السائق. المقصود أنها ممكن أن ينال هذه ولاية أي إنسان، فليست خاصة بأناس دون أناس. من حقق هذين الوصفين الإيمان والتقوى لله عز وجل كان من أولياء الله سبحانه. ولكن المقصود أن يكون عنده إيمان قوي وتقوى عظيم لله عز وجل حتى ينال هذه المرتبة، مرتبة الولاية لله سبحانه. طيب، ما جزاء هؤلاء الأولياء؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما البشرى التي في الآخرة فالمقصود بها الجنة، وأما البشرى التي في الدنيا فمنها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: الرجل يعمل العمل الصالح يحمده الناس عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني يعمل عمل مخلصا لله تعالى، لكنه يجد السمعة الحسنة في المجتمع، ويجد الثناء من الناس، ويجد الذكر الحسن. هذه من عاجل بشرى المؤمن، ولا يتقصد هذا، لا يقصد هذا، لكن هذه تأتي تبعا، فهذا من عاجل بشرى المؤمن. والله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فهذا نجده في المجتمع، نجده في الواقع، أن أهل الخير والاستقامة والصلاح لهم الذكر الحسن ولهم الاحترام ولهم التوقير أكثر من غيرهم من طبقات المجتمع، وذلك لهذا الأمر الذي جعله الله تعالى لهم، لهم البشرى. هذا من البشرى، ومن البشرى أيضا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ومن أيضا البشرى أن الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا ويعصمهم ويسوق لهم الرزق من حيث لا يحتسبون. كل هذه تدخل في معنى البشرى. البشرى معنى عظيم واسع يدخل فيه هذه الأمور ويدخل فيه أمور أخرى. فهؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا أحد يستطيع أن يغير هذا. هذا أمر قد أقره الله عز وجل، ولهذا قال سبحانه بعدها: لا تبديل لكلمات الله. لا أحد يستطيع أن يغير هذا. أولياء الله تعالى لا بد أن يكون لهم البشرى في الدنيا، لا بد، مهما شوهت سمعتهم لهم البشرى، لهم الذكر الحسن، مهما يعني
نيل منهم لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخر لا تبديل كلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوليائه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم آمين. أيضا يا شيخ، هل من البشرى التوفيق للعمل الصالح؟ أيضا نعم، هذا يدخل البشرى، توفيق العمل الصالح. قد يحرم غيره من هذا العمل ويوفق هو. نعم، كما ذكرت أن البشرى يعني معنى واسع. أيضا من البشرى الخاتمة الحسنة. حسنت. كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله على عمل صالح. قال يعني في الحديث الآخر: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: استعمله على عمل صالح ثم قبضه عليه. الله. يعني يختم الله تعالى حياته بعمل صالح، فهذا أيضا يدخل في بشرى المؤمن. نسأل الله من فضله. كيف يبتعد المسلم عن النظر إلى الحرام؟ طيب، بس فقط تكملها يسيرة. طيب، أولياء الله قلنا إنهم يمكن أن يكونوا يعني من جميع الطبقات، لا تختص بطبقة دون طبقة ولا بشخص دون شخص، لكن يعني أقربهم لنيل الولاية هم العلماء العاملون. العلماء العاملون هؤلاء هم أقرب الناس لنيل ولاية الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشافعي: إذا لم يكن العلماء أولياء الله فما لله ولي. يقصد أنهم أقرب الناس لنيل هذه الولاية لله عز وجل. ولهذا يعني ينبغي الحذر من المعادات مثلا لهؤلاء الصالحين العلماء العاملين، لأنهم ربما يكونون أولياء الله تعالى. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمعنى ذلك إذا آذنه الله تعالى بالحرب، يعني معنى ذلك أنه فتح عليه جبهة مصائب تأتيه من أي جهة وبأي طريق بسبب معاداته لأولياء الله عز وجل. نعم. نعم. الابتعاد عن النظر الحرام، كيف يبتعد المسلم عن النظر الحرام؟ النظر إلى ما حرم الله تعالى خطيئة. والله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، ولا يجوز أيضا للمرأة أن تنظر إلى الرجل نظرة شهوة، فكلا الصنفين مأمور بغض البصر، إلا أن المرأة يعني أوسع من الرجل. يعني المرأة يمكن أن تنظر للرجل بغير شهوة، كأن تنظر إلى البائع أو تنظر مثلا للتلفاز للمفتي أو المتحدث أو نحو ذلك. فبالنسبة للمرأة الأمر أوسع، المرأة فقط ممنوع من النظر نظرة شهوة، أما الرجل فممنوع مطلقا، ممنوع مطلقا. وأما كيف يتقي ذلك فبالمجاهدة، كما يتقي سائر المعاصي بمجاهدة النفس، يجاهد نفسه على ذلك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهي معصية من المعاصي التي يجاهد المسلم نفسه عليها. نعم. ما حكم، طبعا هذه من أسئلة عبد الله من المغرب، ما حكم الامتناع عن الزواج مع القدرة؟ الزواج تعتريه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، قد يكون مكروها، قد يكون محرما. فالزواج يكون واجبا عند خوف الإنسان على نفسه من الوقوع في الزنا لو لم يتزوج مع قدرته على الزواج، فهنا يكون الزواج في حقه واجبا. مستحبا إذا كان لا يخشى من الوقوع في الزنا لكن هو قادر على الزواج ونفسه تتوق إليه وهو قادر، فيستحب في حقه الزواج. قد يكون محرما كما لو كان مثلا نكاح الأمة، لا يجوز إلا لمن ذكرهم الله تعالى في قوله: ما لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات، ثم قال: ذلك لمن خشي العنة منكم إلا بهذين الشرطين. كذلك مثلا نكاح المعتدة، نكاح الشغار، المتزوجة، نكاح الشغار، هذه كلها أنكحة محرمة. قد يكون مكروها إذا لم يكن له شهوة وتزوج امرأة تحتاج إلى الإعفاف وتحتاج أيضا إلى الذرية، لأنه بذلك يتسبب في الإضرار بها بإمساكها. وقد يكون مباحا فيما عدا ذلك، كان يكون إنسانا كبيرا في السن يتزوج امرأة كبيرة في السن لأجل المؤانسة ونحو ذلك، لكن ليس عنده هو شهوة وليس عندها كذلك، لكن من باب المؤانسة ونحوها والاستقرار والسكن، فهنا يكون مباحا في حقه. فإذا النكاح تعتريه الأحكام الخمسة. نعم. طالب علم عبر تويتر يقول: إذا سجد الإمام لسجود التلاوة ولم ينتبه بعض المصلين فركعوا بدل أن يسجدوا،
فماذا يفعلون في هذه الحالة؟ هل يسجدون للتلاوة وهل عليهم سجود سهو؟ أنا قام الإمام من سجود التلاوة وعاد إلى إكمال تلاوته، وهم ماذا يصنعون؟ هل يسجدون أم يعودون مع الإمام؟ إن أمكن يتداركوا ويسجدوا سجود التلاوة مع الإمام فهذا هو المطلوب، إن لم يمكن التدارك فليس عليهم شيء، غاية ما في الأمر أنه أتوا بفعل زائد وهم مأمومون، يعني لا يطلب منهم سجود السهو إنما هذا يطلب من الإمام، فليس عليهم شيء في هذه الحال. نعم نعم. لكن ينبغي الإمام إذا أراد أن يسجد سجود التلاوة يعني أن يشعر المصلين بذلك بأية طريقة، إما مثلا بأن يمد مثلا آية السجود، أو أنه يسجد بطريقة غير معهودة في التكبير مثلا بحيث يشعر من خلفه بأنه قد سجد، يعني لا تكون حالة سجودك كحالة سجود الصلاة، كحالة سجود الصلاة وكحالة الركوع. فيعني ينبغي للإمام أن يحرص على هذه المعاني حتى لا يوقع من خلفه في الحرج. نعم. إذا سهى الإمام وسجد للسهو ثم أتم المسبوق ما عليه من ركعات فهل يسجد للسهو؟ إذا كان المسبوق قد أدرك هذا السهو مع الإمام فإنه يسجد للسهو في آخر الصلاة، أما إذا كان لم يدرك هذا السهو فلا يسجد. نعم. نعود إلى أسئلة المتصلين وأم تركي من الكويت. أجبنا من تركي من الكويت، أجبنا عن سؤالها عندما قالت أنها صلت المغرب والعشاء في الطائرة. فهل من التفصيل في هذه الإجابة؟ نعم، هي ركبت الطائرة قبل غروب الشمس، وحينئذ الواجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء في الطائرة، فكونها صلت وهي جالسة لا حرج عليه لأنها في الطائرة. لكن من جدة إلى الكويت يمكن أن تهبط الطائرة في الكويت قبل خروج وقت صلاة العشاء، فيمكن أن يجمعوا المغرب والعشاء جمع تأخير وتصليها في الكويت، لكن تصليها في المغرب ثلاث والعشاء أربع ركعات وليس قصر. لا تقصر. ربما فهمت من سؤالي يا شيخ أنها اعتمرت ولم تصلي العصر، هي قالت أنا اعتمرت وعدت إلى جدة ولم أصلي العصر، هل يلزم من ذلك من كل من أدى العمرة أن يصلي لو صلاة واحدة في المسجد الحرام؟ لا يلزم، هذا اعتقاد عند بعض العامة وهذا غير صحيح. اي نعم، العمرة ليس لها علاقة بالصلاة في الحرم، فلو اعتمر ومشى من غير يصلي صلاة لا بأس. محمد من العراق، حكم الشراء من شخص يعني يشك فيه بل ربما يتيقن أنه يتعامل بالربا، فما حكم البيع والشراء معه؟ لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالبيع والشراء مع اليهود، وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير، واليهود كانوا يتعاملون بالربا كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن، أكلوا للسحت، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معهم، فإذا جاز ذلك معهم جاز مع المسلم المرابي من باب أولى. نعم. خديجة سألت عن تعلم القرآن وعلومه عن بعد. لا بأس بذلك، أنا أستغرب يعني طرح هذا السؤال، يعني وجود تعليم القرآن عن بعد هذا من نعم الله تعالى علينا في هذا الزمان. الحمد لله، هذه نعمة، نعمة من الله تعالى. فنقول أخت الكريم، وخاصة أن تذكر أن المعلمة امرأة، فأقول أخت الكريم لا تترددي في هذا البرنامج، وأن تواصلي معهم وتستفيدي وتتعلمي، فهذه نعمة من الله تعالى، وهذا هبة من الله تعالى ساقها الله إليك، فينبغي أن تغتنميها وأن تستفيدي منها. نعم، بارك الله فيكم. ننتقل إلى أسئلة تويتر وهي كثيرة شيخنا. أسماء تقول: هل يجب فتح نوافذ المنزل عند تشغيل القرآن الكريم حتى تخرج الشياطين من البيت؟ هل هذا يعني اعتقاد شيخنا؟ إيه نعم، لا ليس لهذا علاقة، يعني الشياطين تدخل وتخرج ما لها علاقة بالنوافذ، وكما قال الله تعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فلهم طرق في الدخول والخروج. يعني الأخت الكريمة تقول نفتح النوافذ، لا، هم يستطيعون الدخول والخروج من غير النوافذ، يعني لهم في هذا طرق. فلكن القرآن لا شك أن وجود القرآن في المنزل وقراءة القرآن أنها تطرد الشياطين، كما قال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، ينفر الشيطان منه ولا يدخل الشيطان، جاء في بعض الروايات 3 أيام إذا قرأت سورة البقرة. وهكذا أيضا بقية سور القرآن، إذا كان القرآن يقرأ في البيت فهذا يطرد الشياطين وتنفر منه الشياطين.
لكن بعض الناس ليس فقط أنه لا يقرأ القرآن في البيت، بل يجلب للبيت ما يمنع دخول الملائكة، كان يجلب للبيت كلبا مثلا أو صورة، طبعا صور مقصود صورة مجسمة يعني، أو الصور التي أو المرسومة، فهذه الصور المحرمة أو وجود الكلب في البيت هذا يمنع دخول الملائكة للبيت، وإذا لم تدخل الملائكة للبيت دخلته الشياطين، والشياطين أعداء بني آدم، ولذلك يتسببون في أذية أهل البيت. إذا كان في البيت كلب أو صورة لم تدخل الملائكة ودخلته الشياطين، فيتسبب هذه الشياطين في أذية أهل البيت، ربما أيضا تساعد على السحر، لأن أكثر ما يكون السحر عن طريق الشياطين. فإذا كان دخول الشياطين للبيت ميسورا، ما في شيء يمنعهم دخول البيت، الملائكة لا تدخل هذا البيت بوجود الكلب أو الصورة، لا يقرأ فيه القرآن، أصبح دخول الشياطين ميسورا لهذا البيت، فتؤذي أهل البيت، تؤذيهم إما بالسحر وإما بالكوابيس المزعجة أو بغير ذلك. ولهذا ينبغي أن تكون البيوت عامرة بذكر الله عز وجل، أن يقرأ فيها القرآن، ألا يكون فيها كلب أو صورة محرمة، الصور محرمة. فإذا كان البيت عامرا بالقرآن فإنه تنفر منه الشياطين وتدخله الملائكة، وهذا يكون فيه بإذن الله تعالى تحصين لأهل البيت. نعم، نستاذكم في هذا الاتصال. أم أحمد بالكويت، السلام عليكم. عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم أحمد. لا سمحت، أهلا والله، لا سمحت أنا ميت اللي أقرأ الكتب، وأنا ندير هذا ما يشهد بالقرآية ما أعلم شيء إلا شان عليه حامل بالدوام ولا شيء، أنا ما غير حط صورة البقرة فريقاك ولا حط التلفزيون على الغرب، ما استحل أنا أحسها بالبيت، وأنا والله لا أقرأ ولا أدري أستفيد منها ضد الشياطين ولا الأمور هذه، وأنا والله يشغلني مع البقرة غير أو ذاك تكتبي بس، والدنيا قرأت دائما الدوام البيت. طيب. وقال لي يا بابا الشيخ علمني هذا من الزايدة ولا ما من الزايدة، لا على العبادة التلفزيون بس. طيب. مع السلامة. بشريب الخير يا أم أحمد، بارك الله فيك. فهد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا فهد. شكرا، عندي سؤال يا شيخ الله يعطيك العافية. حكم الدعاء الصلاة السجود في أمور الدنيا والرزق. هذا سبق تكرر وأجبنا عنه هنا وفي قناة المجد أيضا وفي إذاعة القرآن. طيب نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شكرا لكم. بالنسبة لسؤال طرد الشياطين، يعني انتشر مقطع أنه فيه تحذير من عدم إغلاق أبواب دورات المياه جلكم الله، لأن الشياطين قد تدخل أو قد يتأذى أصحاب البيت بهذا الفعل، فما صحة هذا الأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أغلق الباب واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، هذا هو الذي ورد، أنك تغلق الباب وتقول بسم الله فالشيطان لا يستطيع أن يدخل، إذا قلت بسم الله، أما إذا لم تقل بسم الله يستطيع أن يدخل. هذا الأبواب بشكل عام، هذا بالنسبة للأبواب. فبالنسبة لدورات المياه، الحشوش عموما هي مأوى الشياطين، لكن إذا دخل الإنسان دورة المياه وقال بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا حصن له من الشياطين التي في الحمام أو دورة المياه. فإذا أردت أن تكون متحصنا من هذه الشياطين أو الجان في دورة المياه، تأتي بالذكر الوارد بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث ذكران الشياطين، الخبائث إناث الشياطين، فكأنك استعاذت بالله من ذكران الشياطين وإناثهم. نعم. أبو عمر من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر. رجاءً عندي سؤالين. السؤال الأول. السؤال الأول في سيد الأخبار يبدأ من سورة البقرة وينتهي باستغفر الله العظيم وتوب إليه، هل يجوز التقديم والتأخير بها؟ هاي بالنسبة للأذكار. كيف الأذكار ماذا بها؟ قدم متأخر مثلا، مو اللي تبدأ بسورة البقرة وفي الوسط أو سنة هذه يعني مثلا. واضح السؤال. أنت تسأل عن سيد الاستغفار أم تسأل عن سورة البقرة؟ أسأل عن سيد الاستغفار خاصي، لكنه مثل ما مكتوب بالكتاب هل يجوز التقديم بها والتأخير مثلا أول أذكار الصباح
أنت تسأل عن أذكار الصباح والمساء التقديم والتأخير فيها. أيوة. إيه طيب. أيوة اثنين. نعم. هل ممكن مثلا يذكر المسلم قسم منها وبعد ربع ساعة وربما نصف ساعة يكمل باقي الذكر؟ طيب. هذا السؤال الأول لو سمحت. نعم. السؤال الثاني. أنا رجل كبير ومريض وجريت عملية ثلاث مرات البروستات. شفاك الله. بالليل إلى الحمام تقريبا 10 مرات أو 12 مرة. بحيث يصعب علي النهوض عند أذان الفجر أحيانا. تسأل هل تتيمم بدلا من الوضوء؟ لا، لأنه عندما أكون متأخرا في النوم بسبب المرض، عندما أستيقظ على الأذان أكون غير متوازن وأقوم بصعوبة بالغة مثلا يعني للوضوء، وما أقدر أتركز لأنه ما نايم بالليل بسبب المرض أو الخدر والعلاج. فأضطر إلى أن أقضيها مثلا الظهر والحيوانة ما أستطيع أن أقضيها الظهر، لكن ما العمل يعني. شفاك الله وعافاك، ابشر بالخير وتسمع الإجابة يا أبو عمر. شكرا. نختم بأم عبد الله. تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم عبد الله. عندي سؤال يعني أول. نعم. أحد أهدالك إلى أحد أهدالي مصحف. نعم. فما أكره الأجر من الشخص الأهدالي ولا لي؟ هذا الأول. طيب. السؤال الثاني، يجوز للمرأة اللي ما عندها محرم تروح مع النساء يعني إن شاء الله من صالحات من المدينة؟ طيب. شكرا لك يا أم عبد الله وشكرا للمتصلين. نعود إلى شيخنا أم أحمد بالكويت، تقول أنها أمية لا تقرأ ولا تكتب وتحفظ فقط قصار الصور، تضع القرآن في الآيباد أو على التلفاز، هل في ذلك نفع وفائدة أم لابد من قراءة القرآن مباشرة؟ ما تفعله فيه خير وفيه نفع، تستمر على هذا، كون تضع القرآن أو تضع التلفاز على آيات من القرآن الكريم في البيت وتستمع لها، هذا شيء حسن. وأيضا يعني كثير من الآيات معناها واضح، يعني ذكر الجنة، ذكر النار، ذكر قصص الأمم السابقة ونحو ذلك، تستفيد مما تستمع إليه. فنقول لأخت الكريم استمري على ذلك بالاستماع للقرآن من الإذاعة ومن التلفاز، فهذا فيه خير عظيم، لكن هذا لا يمنع من أن تقرأي ما تحفظين ولو من قصار السور. يعني مثلا سورة قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، إذا قرأتها ثلاث مرات كأنما ختمت القرآن، إذا قرأتها ست مرات كأنما ختمت القرآن مرتين. بإمكانك أن تقرأي مما تحفظين وتستمع القرآن عن طريق المسجل أو الإذاعة والتلفاز. نعم. فهد سأل عن حكم الدعاء في السجود بأمور الدنيا. نعم، أجبنا عن هذا يعني مرارا، وذكرنا أن الأولى أن يكون الدعاء بأمور الدنيا في غير صلاة الفريضة، يكون في صلاة النافلة أو في غير الصلاة، لأن هناك بعض المذاهب الفقهية التي تمنع من هذا، بل يرون عدم صحة الصلاة، ومنها مذهب الحنابلة، ومدام أن فيها خلافا وأن الأثر مترتب على خلاف كبير وصحة وعدم صحة الصلاة، ينبغي الاحتياط لصلاة الفريضة خاصة. وإن كان القول الراجح هو الجواز لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد كما في حديث ابن مسعود قال ثم يتخير من الدعاء ما أعجبه. فهذا يشمل الصلاة الفريضة والنافلة، لكن ينبغي احتياطا للفريضة ألا يدعو فيها بأمور الدنيا ويجعل الدعاء فيها بأمور الآخرة. وأما صلاة النافلة فلا بأس أن يدعو فيها بأمور الدنيا سواء في السجود أو في التشهد الأخير ونحو ذلك. نعم. أبو عمر من الكويت يسأل عن التأخير والتقديم في أذكار الصباح والمساء. لا بأس، الأمر في هذا واسع، ليس هناك ترتيب معين لأذكار الصباح وأذكار المساء. فلو أنه مثلا قدم سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت على اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، فالأمر في هذا واسع، المهم أنه يأتي بها حتى ولو من غير ترتيب. نعم. وعدم الموالاة أو الموالاة في الأذكار يعني يجعل بين الذكر والذكر وقتا، الأمر في هذا واسع، لكن لو أتى بها في وقت واحد في أذكار الصباح في الصباح في أول الصباح
وأذكار المساء بعد العصر فهذا هو الأولى. نعم. يقول أنه متعب ومريض يقوم بصعوبة بالغة عند أذان الفجر بسبب المرض، يضطر إلى أن يؤجل الصلاة إلى بعد انتهاء وقتها. أقول أخي الكريم، ينبغي أن تهيئ نفسك كي تستيقظ لصلاة الفجر في وقتها، لأن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر من كبائر الذنوب. وأنت الآن تتصل علينا الآن في هذا البرنامج، وفيما يظهر أنك بصحة إن شاء الله، لكن هذا الذي يعتريك في, 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 في أثناء النوم، تحاول أن تهيئ نفسك وترتب نومك بحيث تستيقظ لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وتجتهد في ذلك خاصة في الفريضة، في الفريضة خاصة. لكن لو افترضنا أنك اجتهدت ولم تستطع أو شق عليك مشقة كبيرة، فتكون من ذوي الأعذار، يكون هذا عذرا لك في تأخير الصلاة. لكن الذي يظهر من السؤال أنه بإمكانك أن ترتب وقتك وأن تجتهد في أن تصلي صلاة الفجر. المهم الفريضة، صلي صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، صليها في وقتها. نعم. عبد الله عبر تويتر يقول، هل لسجود التلاوة تكبير عند السجود والرفع منه خارج الصلاة؟ الحديث المروي في ذلك كلها ضعيفة، لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولهذا فالأقرب أن سجود التلاوة ليس له تكبير قبله ولا بعده. نعم. أيضا يسأل عن وضع علامة على القبر كحديدة أو خشبة حتى يعرف بها صاحب القبر. لا بأس بهذا، وهذا قد ورد في السنة ما يدل لجواز ذلك، بل إنه حتى يجوز أيضا الترقيم القبور الذي يظهرنا ترقيم القبور لأجل معرفة صاحب القبر، أن هذا لا بأس به، لأنه من جنس الخشبة ونحوها التي يعرف بها القبر. فترقيم يعني يعمل به في بعض المقابر عندنا في المملكة، صحيح، لكن قد لا يكون الرقم واضح على القبر، لكن يكون معلوما للقائمين على المقبرة، يكون عندهم هذا الرقم كذا وكذا، فهذا لا بأس به، حتى لو أراد أن يزور قبر قريبه يكون القبر معلوما له. نعم. نعم. أسماء تقول أنها لديها أمنية وتتمنى من الله يحققها، ولكن لا تتلفظ بها، ولا تقول لا أعرف كيف أتلفظ بها، فهل يعني تكتفي أن تضعها في قلبها، وتقول أنها تخشى أن لا يستجاب لي، وأنه يجب عليها التلفظ بالدعاء؟ الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به النفس، ويعلم أيضا ما توسوس به النفس قبل أن توسوس. ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. فيمكن أن تقول يا ربي الأمنية التي في نفسي أسألك أن تحققها إن كانت خيرا، إن كان ذلك خيرا، يعني اشترطي، يعني قد ما تدرين، ربما تعتقدين أن هذه الأمنية أنها خير وهي ليست خيرا، فأنت ربطي ذلك بأن تكون خيرا. اللهم إن كان في تحقيق هذه الأمنية التي في نفسي خيرا فحققها لي يا ربي، فأجعليها بهذا الشكل، يعني بأن تربطي ذلك إن كانت خيرا. نعم. ناجي يسأل عن حديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، متى يقول المأموم آمين؟ هل عندما يبدأ الإمام بقول آمين أو عندما ينتهي الإمام بقول آمين؟ لأن معظم الأئمة عندنا وهو من ليبيا يقول لا يؤمن. دلت السنة على أن المأموم يؤمن بعدما يقول الإمام ولا الضالين، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وأما حديث إذا أمن فأمنوا ففسرته الرواية السابقة، لأن الحديث فإذا أمن فأمنوا حديث عام، لكن قوله عليه الصلاة والسلام فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا كالنص في المسألة. وعلى ذلك فالمأموم يقول آمين بعدما يفرغ الإمام من قول ولا الضالين، يقول الإمام والمأموم كل من الإمام والمأمومون بخلفه يقولون آمين. وهذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، قل عليه الصلاة والسلام فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. ولهذا يعني ينبغي أن يكون المأموم متيقظا متنبها، أول ما يفرغ الإمام من قول الضالين يبدأ في قول آمين رجاء أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة. نعم. سندس تسأل عن الهدية للأقربين أفضل من الصدقة للأبعدين، ما صحة هذا الكلام؟ هذا الكلام يحتمل أن يكون صحيحا إذا كانت هذه الهدية على شكل صلة رحم، هدية على شكل صلة رحم لأحد الأرحام الذين يندب صلتهم،
فصلة الرحم ربما يعني كل أجر مترتب عليه أفضل من أن يتصدق بهذه الهدية على البعيد، فهو من من من, من هذه الجهة صحيح. نعم، لكن هذا ليس على الإطلاق، قد يكون هذا البعيد فقيرا فقرا شديدا وهذا القريب غنيا، فليست الهدية للقريب أفضل من الصدقة لهذا البعيد. فأحيانا ربما يكون هذا القول صحيحا وأحيانا قد لا يكون صحيح، فهو ليس على إطلاقه حسب ما تقتضيه المصلحة. نعم، حسب ما تقتضيه أيضا الأحوال، حالة هذا القريب وحالة هذا البعيد. نعم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ما المقصود بالظالمين هنا؟ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الظالمين هم مقابل المؤمنين، يعني غير المؤمنين، غير كل إنسان غير مؤمن فهو ظالم، ظالم لنفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي ومخالفته لأوامر الله عز وجل ونواهيه. فالظالمون مقابل المؤمنين الذين يكون القرآن لهم شفاء ورحمة. شكرا لكم صاحب المعالي. وشكرا لكم وللإخوة المشاهدين. نعم، والشكر يمتد إليكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء. أعتذر لمن بعث بسؤالي على تويتر ولم نستطيع أن نقرأه لضيق الوقت، نعدكم إن شاء الله أن نطرح أسئلتكم في الحلقات المقبلة. إلى أن نلقاكم غدا، أترككم في حفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.